بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة. وعن الحارث الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع قيد شبر. قيد شبر. فمن فارق الجماعة قيد. قيد شبر. قيد الشبر. قيد. قيد شبر. قيد. قيد. يعني مقدار شبر. نعم. فمن فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام أو الإيمان من عنقه، أو الإيمان من رأسه، إلا أن يراجع أو يراجع. ومن دعا دعوى جاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى فداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمون المؤمنون عباد الله. هذا الحديث ابتدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. الواو حرف عطف، وأنا آمركم لابد من كلام تقدم ذكره ولم يكتب ولم يقرأ. البيهقي رحمه الله اقتصر على جزء حديث لأن فيه المطلوب الذي يوافق ترجمة الباب، لأن الباب فيه في وجوب الطاعة وعدم الخروج على الإمام. هو أتى بهذا الجزء لما وقال: وأنا آمركم بخمس، دل على أن هناك خمساً أخرى لم تذكر جئنا بها من مصادرها، وهو حديث صحيح عن أبي مالك الحارث الأشعري. وصورنا هذا الجزء، يقرأه القارئ من بدايته، اسمعوه. نعم. عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن. أمر يحيى بن زكريا، الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا، نبي لم يعمل خطيئة أبدا. الأنبياء كلهم يعتذرون يوم القيامة عن قبول الشفاعة، وإذا جاء يحيى قال: أهلها وولي أمرها نبي آخر هذه الأمة، وإلا كل نبي ذكر خطيئته. يحيى أمره الله عز وجل، ويحيى وعيسى بن مريم ابني خالة، أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يعمل بهن، بيان للكلمات الخمس، وأن يبلغهن للأمة، يعني بني إسرائيل. فأبطأ، يعني تأخر، فجاء عيسى إليه قال: يا يحيى، إن الله أمرك بهذه الكلمات الخمس،
إما أن تقوم بهن وإلا سأقوم بتبليغهن. قال: إن فعلت أخشى أن الله يخسف بي. اسمعوا تمام الحديث. أمر بخمس، اقرأ. نعم، أمر يحيى بن زكريا عليهم السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. يعمل بهن يعني يطبقهن، كما جاءك افعل كما جاءك الأمر. نعم. وكاد أن يبطئ فقال له عيسى. وكاد أن يبطئ، يعني ما أبطأ، لكن كاد، يعني قرب. كلمة كاد تبين أن الشيء قرب فعله، فإذا قلت لم يكد أن يفعل ذلك دل على أن الشيء فعل لكن بمشقة. نعم. وكاد أن يبطئ فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: إني أخشى إن سبقتني، إن فعلت ذلك، أن الله يعذبني. ضع هذا في جيبك. أن الله يعذبني أو يخسف بي، يعني لا تفعل ذلك، أنا المأمور، إن فعلت ذلك دل على أني لم أعلم ولم أدرك هيبة الله وخشيته، فلا تفعل، لا تسبقني بهن. فقام جمع، قام جمع بني إسرائيل إما في سوق أو في فناء عظيم، فاجتمعوا احتشدوا كلهم حتى أن بعضهم اعتلى شرفات المنازل، شرفات الطاقات والأسلحة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، على الشرف. الشرف جمع شرفة، البناء عادة أنه يخرج بجزء منها على الفضاء كما تشاهده في البنيان، لأجل أن مساحة الأرض لا تفي، هذه الشرفات لكثرة الزحام جلس الناس فيهن يستمعون لما يأمر به يحيى. اقرأ. فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فحمد الله وأثنى عليه. هذا شأن كل امرئ تصدر للناس أن يلقي عليهم كلمة، لابد أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يفعل ذلك فكلماته بتراء، ما فيها خير ولا يضع الله فيها بركة. قال: فحمد الله وأثنى عليه، قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن. هذا ينبغي لمن أراد أن ينصح الناس ألا يخل هو بالنصيحة. الناس: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فيه لومان، يعني فيه عتابان، أنه لم يعمل بالأمر، هذه واحدة خطيئة. الأمر الثاني فيه مذمة له: أنك إن تقاعست ولم تعمل بهذه النصيحة فإن الناس لا يثقون بك. ولذا شافوا الإمام ولا الخطيب يتكلم يأمر الناس بالزهد والورع، ثم هم يلبس ذاك البشت الفخم والسيارة الفخمة، ما يقبل منه. فما بالك إذا علموا منه أمور مخلة بالأدب، ثم يأمر الناس بالالتزام وكذا، يقول للناس: لا تفعلوا كذا، لا تنهبوا الأموال، ولا تقول، ما يقبل منه. لأن القدوة إن لم يلتزم بذلك
فإن الناس لا يقبلون منه ذلك. ولذا قال: أمرني الله أن أعمل بهن، لأنه هو القدر الذي يتكلم، وآمركم كذلك بالعمل بهن. اسمعوا هذه الكلمات. نعم. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبدوا الله يعني أول، أو هذه أول الأوامر، أن تعبدوا الله، العبادة يعني الطاعة، في ذل وخضوع. الطاعة يعني أن تعمل ما يأمرك به ربك وتكتفي بما ينهاك عنه ربك. فإذا فعلت هذا الأمر واجتنبت هذا النهي في ذلة وانكسار ومحبة، لا تظن أن الذل والانكسار ما يجتمع مع المحبة، لا، هذا مجتمع. قد يذل الإنسان وينكسر بقوة ورهبة، لكن في القلب ليست هناك محبة. فإذا كانت كذلك لا تسمى عبادة. العبادة تجمع الأمرين، محبة وخضوع وذلة، تذل لله عز وجل مع محبتك له. تذل لله أي تستسلم فيما يأمرك به، إن لم تفعل ما أمرك الله به ما عبدته يا عبد الله. قال أن تعبد الله، ولذلك الكلمة جليلة وليست بالسهلة، لا بد أن تفهم مدلولها وتقوم بها، لأن من فعل ذلك استحق نعيم الدنيا واستحق نعيم الآخرة. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لا تشرك به أي بهذه العبادة. يدخل في هذا الشرك كثير من الأنواع: الرياء والزلفى والتقرب وأعمال القلب من الخوف والطمع والرجاء، كل هذه لا تكون إلا لله عز وجل. قال: وأن تعمل بهن ولا تشرك به شيئا. ترى هذه الكلمة إذا قال بها الإنسان ودخلت قلبه فهو مؤمن حقا، هذا يستحق الجنة، وهذا مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يفعل العبادة ويقوم بالأمر، لكن قيامه بالأمر تزلف لفلان وخضوع لفلان ومراءة لفلان، ويحب أن يتظاهر أو يعملها على كظم. تعرف معنى الكظم؟ يؤمر بالزكاة ويؤمر بالنفقة فيخرجها وهو كاره، يأتيه المكروه، ما يستسلم. المكروه عن النوازل التي لا اختيار له فيها، يصاب بمرض أو غيره، لا بد من التحمل والرضا. الرضا قد يعجز عنه، لكن لا بد من الصبر. إيش معنى الصبر؟ يعني ما تشكو لفلان حل بي كذا، ولا تظهر الجزع، ولا تقول للناس شوفوا كيف ما الذي حصل بي، يعني ربنا أخطأ في عمله بي، ما كنت أستحق. هذا معنى الشكوى للناس. فإذا صبر لم يصبر عن كظم، يعطي النفقة وهي طيبة ويصبر ولا يجزع ولا يتكلم مع الناس. فمن عمل بذلك فهذا الذي عبد الله ولم يشرك به شيئا. ولذا ضمن صلى الله عليه وسلم: من قال هذا من قلبه استحق دخول الجنة. نعم. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. اسمع، إن الأولى أن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن مثل ذلك، مثل من يعبد غير الله أتى بهذا المثل،
هذا المثل يا عبد الله ضرب لأجل بيان أن الشرك ظلم واستخفاف بحق المولى وخيانة وغدر وعمل بغير الموجب. الله عز وجل ما ضرب مثلا له، لا يجوز أن تضرب مثلا لله، تقول مثل الله كمثل رجل غني، هذا لا يجوز، ولا تقول أن مثل الله كمثل من سعى في خير، لا، لا تضربوا لله الأمثال. لكن إن أردت أن تمثل صفة كمال لله أو أمر يستحقه الله عز وجل أو تنفي عنه نقيصة، تأتي ذلك من باب قياس الأولى، ما هو من بياس، لأن القياس أن تجمع أمرين ثم تبين وجه الشبه أو الفارق. الله عز وجل لا مثيل له في الخلائق، لأن القياس أن تأتي بنظيرين فيه نوع من تشابه، والله لا يشبهه أحد من خلقه، لكن تأتي بقياس الأولى. قياس الأولى أن تقول فلان يكره البنات، ثم إنه ينسب أن لله بنات وهن الملائكة أو الجن، هم يكرهون هذا، ثم هذا المكروه ينسبونه إلى الله عز وجل، وهم تنقصوه وأثبتوا لأنفسهم ما يحبونه، والله عز وجل قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الله أولى بأن ينزه من النقائص، والله أولى، هذا يسموه قياس الأولى، فهو أحق من أنك تقدسه ولا تلمزه ولا تنسب إليه نقيصة. هكذا في تقول فلان لما قال إن الله فقير، يعني هكذا يقول اليهود، أي أن من العباد من هو بخيل لا ينفق، فجعلوا يد الله مغلولة. الله عز وجل نفى هذه النقيصة عن نفسه، وهو أولى، يده مبسوطة ينفق كيف يشاء ليلا ونهارا، فهذا يسمى قياس الأولى، أي أن الله أولى، لكن لا تقيس الله عز وجل بشيء من مخلوقاته. فهنا قال مثل من يشرك بالله كرجل اشترى عبدا من خالص ماله. ليه قال من خالص ماله؟ لأنك لو اشتريت عبد أحد ساعدك فيه شبهة أنك تميل لذاك الشريك، لكن هذا خالص مالك لا أحد ينافسك فيه، ثم قلت للعبد اذهب فاعمل، فذهب يعمل، الدخل الذي يأتيه يعطيه لغيره، يعني ما يعطي شيء لله، ما يعطي شيء لسيده، وقال انت اعمل واتني بما يدخل عليك، فذهب، فكان دخله أجرته أو ما يكسبه يصرفه لغير سيده. أيكم يرضى بأن يكون عبده يؤدي دخله وخراجه لغير سيده؟ ما أحد أقبل. هذا المثل فيه تقريب، أي يا عباد الله، الله خلقكم ورزقكم وأوجدكم، فلا تصرفوا شيئا مما يأمركم به لغيره، لا تذبحوا لجن ولا لعظيم، ولا تستغيثوا إلا بالله عز وجل، ولا تذهبوا إلى ساحر، ولا تزعموا أن أحدا يعلم الغيب، ولا تتوهموا أن فلانا ينفع أو يضر، هذه كلها عبادات. هذا المثال إذا تمعنت فيه يا عبد الله فيه تشبيه عظيم وتقريب، لو أراد الإنسان أن يضرب مثلاً في أن حقاً من الحقوق سلب فذهب به عن غير مستحقه لما وجدت أعظم من هذا المثال، في غاية الفصاحة والوضوح والبيان. اقرأ ما بعده.
وأمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. المأمور الثاني أوامر خمسة، أحدها عبادة الله وحده، المأمور الثاني أن الله يأمركم بالصلاة. الصلاة التي أمرنا الله بها مما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قد لا تكون كصلاة من سبقنا، لكن مفروض عليهم الصلاة. الله النبي يحيى عليه السلام قال الله أمرنا بالصلاة، أنا أعمل بها وأنتم تعملون بها، يعني اعملوا بها، إذا قمتم إلى الصلاة لا تلتفتوا، يعني معناه عدم الالتفات يدل على انتظام القلب والخشوع، لأن كثرة الالتفات يدل على أن القلب لم ينصرف إلى الله عز وجل. علل هذا قال الله ينصب وجهه إلى هذا المصلي، ينصب وجهه أي أنه يلتفت إليه، الله ليس كمثله شيء، لا تمثل ولا تستغرب، فإن الله عظيم. فلما قال ينصب وجهه إليه، كم في الكون من مصل؟ ملايين، والله عز وجل أعظم من كل شيء. فإذا قلت الله أكبر فاعلم أن الله عز وجل ناصب وجهه إليك، فما يصح أن تعبث. ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا زاحمته سخامة أو بلغم أو بصاق ولم يجد شيئاً فليبصق تحت قدمه، لا تبصق أمامك ولا عن يمينك، عن يمينك ملائكة وأمامك الله عز وجل. ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض المصلين يبصق في القبلة فمحاها ووضع مكانها خلوقة، فقال الله عز وجل ينصب وجهه إليك فلا تلتفتوا. بعض الناس قد يدخل في الصلاة ولم يدخل بقلبه لأنه كان مشغول، فقام يكبر إن كان منفردا وقلبه مشغول بما كان مملوءا بالأمر قبل دخول الصلاة، أو أنه كان في فكر عميق بعيد عن الصلاة وغيرها، ثم أقام المؤذن الصلاة والإمام كبر فدخل معه لأنه سمع رأى الناس قاموا ولا زال قلبه مشغول. مثل هذا يتلاعب به الشيطان، إما في التفكير فينصرف، لأن انصراف الوجه قد يكون لأجل انصراف القلب، وقد لا ينصرف القلب. إذا انصرف القلب يا عبد الله الوجه لا يتوجه إلى القبلة. انظر إلى نفسك وانظر إلى من تعرف عنه كثرة الوسواس، القبلة هكذا اتجاهها دون أن يشعر، القلب تحول إما يمنى أو يسرى، ولذا عيناه هكذا أو هكذا وإن لم تلاحظ، لكن هذا الواقع. فلما قال لا ينصرف وجهه من باب أولى، لا ينصرف قلبه إلا إلى الله عز وجل وإلى القبلة، لأن يدل على أنه لم يعرف الصلاة ولم يعظم من يصلي له. نعم. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصيام، فإن مثل الصائم كرجل معه صرة فيها مسك، المسك من أطيب الطيب ذاك الوقت،
فلا بد أن يفوح منه تلك الرائحة الزكية، وهو في عصابة أي في جماعة كلهم يجدوا ريح المسك، يعني كلهم يجدون منفعة وفائدة من هذا الزعيم، هذا المتزاعم، هذا الرئيس أو هذا الصائم، كلهم ينتفع بهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن لخلوف، الخلوف أو الخلوف بضم الخاء، تغير الفم لأجل لأن الإمساك عن الطعام أو الكلام، من أمسك عن الكلام فترة طويلة يتغير فمه، لأن النفس خروجه ودخوله مما يطير ويذهب ببعض الروائح أو تلك الرذاذات الخفيفة التي تخرج من المعدة، لكن إذا كتم وبقي اللعاب يتغير، وما يخرج من النفس يتعلق بالأسنان. ولذا ينبغي لمن استعمل السنة في السواك أن يكون بجانب ماء يتمضمض بعد ذلك ويغسل سواكه، لا تغسل سواكك في محاضن زمزم، لأنك تعفن هذه الجوالين، ولا ينبغي ذلك. الشاهد أن الله عز وجل لما جعل هذا الصائم آمركم بالصوم، لما جعل هذا الصوم صاحبه ينتفع به الناس وأجره عظيم، قال خلوفه أطيب عند الله من رائحة المسك. وإن انزعج الناس من هذه الرائحة فإن منزلة هذه لأنها ليست باختياره يوم القيامة حين يمشي يكون من أطيب أفواه الناس رائحة، يعني معناه يا صائم أجرك عظيم، والمنزلة التي أنت فيها ذات رتبة بين الأقوام وإن لم تشعر. لما قال كالصرة فيها مسك ينتفع بها الناس، دل على أن هذا الصائم ينتفع به الناس. كيف انتفاع الناس به؟ إما بدعائه أو بأن مسلكه الحميد يجعل الله له عاقبة حسنى فيتأثر جليسه ومن حوله. كل صاحب طاعة إذا حل بأقوام وكان مخلص لله عز وجل فإن الله عز وجل يدفع عن أصحابه وجيرانه أنواع من البلاء، هكذا جاءت في الأحاديث، دل على أن صاحب الطاعة فيه بركة وفيه خير، مو بركة أن يتبرك به تتمسح به، لا، بركة أي أن أفعاله ذات فائدة تعم من جالسه ومن خالطه ومن كان معه. نعم. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بالصدقة، الصدقة قد تكون زكاة وقد تكون صدقات معروفة، قال أي تصدقوا من أموالكم، هي ليست أموالها، إنما الله جعله خليفة على هذا المال. لما أمر الله بالإنفاق قال يعني أنفقوا مما جعلكم الله عز وجل خلفاء فيه، هي ليست لكم، الله الذي أعطاكم ومكنكم أو أنكم ورثتموها من غيركم، أعطوا حق الله فيها. قال المتصدق في دنياه له أجر عظيم، قال مثله كمثل رجل أحاط به العدو فأخذوه أسيرا، فقال أنا أفتدي منكم نفسي بمال، فظل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه.
دل على أن الصدقات والزكاة تنجي صاحبها من المهالك، لا بد من ذنوب، هذه الذنوب تطفيها الصدقة، وغضب الله عز وجل يطفيها الصدقة، فإن كثرة الصدقات تفك الأسير من أسره كما تفك المريض من مرضه، وتصرف عنه الطلاب أصحاب الحقوق والغرماء، فإن الله عز وجل إذا أدى حق الله بطيب نفس لا تؤدي الزكاة وهم كارهون، فإن هذه من صفة المنافقين. اعطها حامداً لله عز وجل بطيب نفس، وأخرج الصدقة بطيب نفس، لأن طيب النفس ليس سهل في إخراج المال، ليس كل أحد تسخو نفسه، الشيطان والشياطين تجتمع عليه، وراك عيال والفاتورة وهذه الأقساط المطالب بها، كيف إلى أن يعيقك عنها من استطاع أن يكتفي شر هؤلاء الموسوسين من بني الإنس أو الجن، فهذا هو المفلح، هذا الذي فاز بالمطلوب. فالنبي صلى الله فيحيى عليه السلام شبه المتصدق برجل أحاطت به خطيئاته، هذه الخطيئات لا بد لها من عقوبات، فكلما أخرج صدقة دفعت عنه عقوبة حتى يخرج من تلك السيئات، أي عقوبات تلك السيئات، فأجر الصدقة عظيم يا عبد الله، ترى تكشف الكرب وتطفئ خطيئة الرب، والله عز وجل يحل بها كثير من مشاكل الناس. نعم. وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وآمركم، هذه الوصية الرابعة، آمركم بأن تذكر الله كثيرا، ما قال آمركم بذكر الله، وصف ذكر الله أن يكون كثيرا، وكثيرا لم يقيدها صلى الله عليه وسلم، يحيى بن زكريا لم يقل بعد الصلوات، ولم يقل أثناء الليل، ولم يقل أول النهار، قال كثيرا، فلما كانت مطلقة دل على أن من أكثر الذكر ما استطاع فذاك مرغوب ومطلوب فيه. مثل يحيى عليه السلام بالذي يذكر الله كثيرا، رجل يطلبه العدو سراعا حثيثين في القبض عليه، فظل يعدو حتى وجدوا حصنا، يعني بناء محكم البنيان ليس له فتحة إلا من جهة واحدة، دخل فيها وأغلقها، فوقف العدو خارج، يعني حصن نفسه ما استطاعوا عليه، قال وإن الشيطان يعدو خلف المرء لأجل أن يؤذيه ويسلب عنه إيمانه بالوساوس والخطرات والإغراءات واللمز والدفع، لأن الشيطان يدفع الإنسان، الله عز وجل ذكر عن الكفار أن الشياطين تؤزهم أزا، وكلما كان المرء أقرب إلى طاعة الشيطان يتصرف تصرفات عجيبة، أولئك الذي تسمع منهم أغاني مزعجة في السيارات وهو فاقد الوعي، لأن الشيطان استولى عليه، فلا يحس بما يتأذى به الماشون ومن كانوا مثله على مركوبهم وغير ذلك، حتى أن صوت هذا المنكر يدخل أسماع الناس في بيوتهم. أنا أضرب مثال في أن الغفلة تجعل الشيطان متمكن للإنسان على الإنسان ومستحوذ عليه، قال فإن ذكر الله كالحصن،
هذا مشاهد. كلما غفلت عن ذكر، ترى ذكر الله يا عبد الله مو ضروري أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو قراءة القرآن، لأن الإنسان قد يعجز، ولا بد من فترات يغفل فيها الإنسان ويسترخي من ذكر الله عز وجل. أنك إن شاهدت شيئاً من مخلوقاته فتأملت فيها فعرفت أن هذا لا يقدر عليه إلا الله ثم تعجبت وسبحت، فهذا نوع من ذكر الله. ولذا مدح الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، من تمعن في النجوم ولو رأيت أمواج الناس تذهب حيرا وتعود حيرا وإن رأيت ما يجري، فعلمت أن هذا من صنع الله وتفكرت حتى وصل بك التفكير إلى عظمة الله عز وجل وأنه وحده الذي تفرد بهذا، وهو من ذكر الله. الشاهد أن القلب إذا عمر بهذا الذكر الشيطان ما يأتيه، لو غفل لابد الشيطان يأتيه بوساوس وخطرات. ترى هذا مشاهد، وكل أحد، ما نخص أحد ولا نقول أنت لا تعرف، كل أحد مجرب، سيما لأن الغفلات تنتاب المؤمن في الغالب عند النوم وعند دخول الشيطان وعند اجتماعات الغيبة والفجور والخنا والكلام الساقط. الإنسان إذا دخل في أمر من غمرات الدنيا ثم قلبه انصرف عن ذكر الله، الشيطان قال يكفي، يعني بمعنى أنه جاءه من يقيم مقام الشيطان، ما الداعي له على الوسوسة، قلبه في غمرة ومشغول بهذه الدنيا وذاهب إليها. لكن إذا خلا فإن الشيطان لا يمكنه من ذكر الله، يفتح له خواطر السوء، خاطرات ترد قلبه لا يستطيع دفعها. ادخل الحمام ولا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انظر ما يحصل لك، فإنه يذهب بك يمينا وشمالا ويفتح عليك أبواب كنت تنساها، أو أن أبوابا كنت تود أنك لا تعرفها وظهرت في ذلك. وعند النوم خواطر سوء، كل إنسان له ما يشغفه، واحد يبحث عن ساحر ليفرج عنه كربة، والآخر يرى أن فلان كيف يستطيع أن يجلبه إلى نفسه، والآخر عرف أن فيه صفقة لا يدري محرمة أو غير محرمة كيف يسلكها، يعني أي وسيلة تصل إليه يأخذها، ورغبات الناس لا تحصى. فمن ذهب في هذه الغمرات فاعلم أنه اجتمع عليه شيئان، الشيطان وهوى النفس. فمن لم يتحصن بذكر الله، ترى المؤمن يا عبد الله ينبغي لك إذا رأيت هذه الخطرات تغزو قلبك دون أن تستطيع ردها أو كبحها، جاهد نفسك واذكر الله عز وجل بما استطعت، تسبيح وتحميد وتمجيد، وتذكر ما جاء في عظمة الله وما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يخناس ويكف. ولذا شر الوسواس وصفه أهل العلم بأنه يدخل على قلب المرء من بين كتفيه، وله خرطوم طويل، والشيطان يدخل يجري مجرى الدم، هكذا مكنه الله عز وجل للابتلاء. فإذا ذكر الله خنس، الخناس بمعنى أنه يتراجع. فأنت إن أكثرت الذكر وكلما غفلت جاءك فجئت بالذكر يضعف ويني. ولذا الإنسان إذا افتتح الصلاة بركعتين لا بد من وسواس، خففها قدر الإمكان ثم قم للصلاة الثانية فأطل ما شئت، فإنه قد أنهكته في الأولى ولا يأتيك. هكذا من ذكر الله عز وجل فإنه شيطانه يضنى، يضنى يعني ينحف،
يقولون أن شيطان التقى آخر، هذا قرين فلان وهذا قرين فلان، ويرى الآخر سمين والآخر ضعيف. قال ماله، ما بالك يعني، ما الذي أصابك؟ يقول صاحبي لا يدعني، يعني من ذكر الله عز وجل وعمل الصالحات، إلى أن حصل للشيطان ضعف وهزال، ذاك سمين ومتين لأنه اكتفى بما يأتي ذاك المجرم من الأعمال السيئة وهو مبسوط جالس كذا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طائف يعني غاشية على البصر، ما يرى الحق ولا يعرفه، مو غاشية حجاب غليظ، إنما شيء خفيف. فإذا تذكر عرف أنه ذهب واد بعيد عن الله عز وجل رجع إلى الله بالذكر، ذهبت تلك الغشاوة عنه، وهذا لا ينتهي الأمر منه. جاهد نفسك وجاهد الشيطان حتى أنه لا يستطيع أن يذهب بك بعيدا. نعم، هذا فضائل الذكر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس. هذا الجزء هو الذي ذكره البيهقي في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أيها المؤمنون آمركم بخمس. اقتصر البيهقي على هذا لأن فيه شاهد على ترجمة الباب. اقرأ: اللهم صل على عبدك ورسولك. الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. بس الآن قال الجماعة، يعني آمركم بالجماعة. ذكرنا فيما سبق أن الجماعة نوعان: الجماعة التي هي حول السلطان، وهذا هو المراد به في هذا الحديث، والجماعة أي لا تفترقوا وتأتوا بأمور خارجة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال بدنية وأعمال قلبية، فإنكم لو خرجتم خرجتم عن الجماعة. والمراد بالجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، جاءت أحاديث بهذا المعنى، ذكرنا نوعها فيما سبق. الجماعة الثانية المراد به الحاكم. الحاكم يا عبد الله يأتي على وجوه شتى، يأتي بتوصية، يأتي بانتخاب، يأتي بقوة. هذه سنة المسلمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمره. إذا قام ذو القوة والشوكة، الشوكة اللي عندهم سلاح وقوة، قوة بمعنى ليست هناك قوة تقاومه، ثم جمهور الناس معه، واستطاع به أن يقيم مقاصد الأمارة، لأن الخلافة أمارة، هذه الأمارة لها مقاصد، أهم مقصودها أن يقام الصلاة، لا يقول ما في صلاة، وجل مقصودها أن يحقق الأمن، تسافر وأنت مطمئن، تلجأ إلى بيتك وأنت مطمئن. فإذا حقق الإمام هذين ومعه الشوكة فذاك خليفة المسلمين. هذا يا عبد الله رأي أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وإيش معنى الجماعة هنا؟ يعني الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وإذا المختار الثقفي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، كان يجمع الزكاة فيعطيها المسلمون له ويصلون خلفه لأنه أقام الصلاة وأمن الطرق، يعني في بعض وما كان خليفة للمسلمين، كان في جهة العراق، لكن العراق فيه سكان وفيه مسلمون. الشاهد أن الحاكم إذا أمر بالصلاة
هذا أجل مقصود الخلافة. ثم أمن السبل وجعل الناس في أمن، وهذه من أهم مقاصد الخلافة، يجب طاعته وعدم الخروج عليه، فإن خرج آخر ينازعه أقتل الثاني، أمر صلى الله عليه وسلم بقتله. قال وأنا آمركم بخمس، إيش هذه الخمس؟ أولاهن الجماعة. إيش معنى لزوم الجماعة؟ أي لا تكن ذا غش للإمام ولا تعمل خلفه خلاف ما يأمر الناس به، فإذا أمر وجب طاعته، فإذا قال لا تقطع الإشارة لا تقول ما حد يراقب أنا أفعلها، لا هذه مخالفة للإمام، وإذا قال هذه البضاعة لا تستوردوها ولا تصيدوا في الوقت الفلاني لأن فيه منفعة للمسلمين مع أنه مباح وقيده، لا يجوز أن يخالف المرء ذلك فيخدع، فما بالك إذا نهى الرشوة وأمر بإيجاد السلع الطيبة وإدخال وعدم إدخال كذا، فتجد المتلهفين للدنيا لا يراعون لا لله حرمة ولا أطاعوا الإمام في سرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم أول أنا آمركم بخمس غير التي أمر يحيى أمته من بني إسرائيل، أولاهن الجماعة، يعني إلزموا الجماعة لا تخرجوا عنها. نعم. والسمع، والسمع والطاعة، السمع والطاعة، جعل السمع غير الطاعة. الطاعة أنك يا عبد الله إن جاءك أمر وافق هواك أو لم يوافقه فإنه لا تكون طاعة إلا بالاستجابة لذاك المأمور. إذا كان الأمر في معصية الله ما يستجاب له، لكن الإمام إذا أطاعه الناس المؤمنون فإنه لا يمكنوه من أن يأمر بمكروه شائع، فإن حصل لا بد من كذا من الأمة يحصل منهم هذه الأمور، كالجماعة الذين جاءوا من مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، بلغه أن جماعة جاءوا يحاسبون عمر على أن الخليفة لم يقم بأمر الله، فطن منهم ذلك فجمعهم في مكان وبدأهم واحد واحد، قال أقرأت القرآن؟ يعني بالمصحف. قال نعم. قال هل أحصيته في نفسك؟ إيش معنى أحصيته في نفسك؟ يعني هل قلت هل قمت بما فيه مما أمرك الله به؟ قال لا، لأنه لو 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 خالف ذلك لبين له لباسك وهيئتك وكلامك ومخالفتك للإمام وخروجك من ديار مصر إلى هنا دون إذنه، كل هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. كلهم قال ما أحصيته. قال ويحكم، أتريدون مني أن أحمل الناس ذو مشارب وأمور واختلفوا في الدنيا، يعني في البلاد اللي هو فيها، أن أحملهم على شيء لم أحمله على نفسي؟ قال هل علم أحد منكم من أهل المدينة بخروجكم؟ قالوا لا. قال والله لو علمت لأوجعتكم ضربا. انصرفوا. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما آمركم بالجماعة، والجماعة معناه طاعة الإمام وطاعة جمهور الناس فيما يأمر به الإمام وينهى عنه. اقرأ ما عنه. والسمع أن تسمع للإمام ما يقول، لأن أحيانا يسمعون الكلمة إما يستهزئون أو يتكلم بعضهم، وهذا شأن المنافقين وأصحاب التقية، فالله أمر بالاستماع لأن الاستماع يستلجم منه الإجابة، وأمرهم بالطاعة لا يخالفوه لا سرا ولا علنا، حتى لو أرادوا الخروج لا يخرجون إلا بإذنه، وإذا أرادوا القيام استأذنوه. نعم. والهجرة، والهجرة، الهجرة يعني خروجكم
من البوادي إلى المدن، لأن الهجرة إما من مكة إلى المدينة، وبعد فتح مكة ما في هجرة، لكن في هجرات من مدن أخرى. فأيما امرئ أقام في بلد كفر لا تقام فيه شرائع الله إلا بين أقوام فقط لا ينبغي له، لأنه تكثير لسوادهم ويرى كل يوم منكر. وأما إن كان في الأعراب في البوادي أمرهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة، لأن الهجرة دار الإيمان ومبعث الغزو والجهاد واجتماع كلمة المسلمين، فإن لم يهاجروا لا يكون للمؤمنين لهم ولاية، ما يوالونهم إلا إذا جاءهم عدو يقاتلهم في دينهم، فإلا لا ينصرونهم ولا يوالونهم. فأمر فهذه الهجرة ما تنقطع إلى أن تقوم الساعة. نعم. والجهاد في سبيل الله، والجهاد كذلك دل على أنه أحد الأمور المطلوبة التي نص عليها صلى الله عليه وسلم. الجهاد في سبيل الله كل ما كان شأن قتال أهل الكفر لأجل إعلاء كلمة الله، كلمة الله يا عبد الله معناه الحق يسود. فإذا حرم الزنا ما يكون فيه زنا، لأن كلمة الله هي التي نهى المؤمنين أن يرتكبوا هذه الفاحشة. قس على هذه سائر الأوامر لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. الخروج عن غير هذا المعنى لا يكون إلا إذا وجدت طائفة مستضعفة من المؤمنين أحاط بهم أهل الكفر وأذلوهم، أما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، يعني تروح تقاتلوا في سبيل المستضعفين، لأن في سبيل الله إنقاذ أخاك المؤمن من وطأة الكفر هذا مطلوب منك إنقاذه، أما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ربقة الإسلام، الربقة أصلها ما يربط في عنق البعير لأجل أن يقاد، فإذا أخذت الجزية من الكفار أو يباع ويشترى، وكان الشراء لهذه الدابة بما فيها ربقة، فلا يجوز أن البائع يقول لا هذه ليست داخلة في البيع لأنه باعه على هذه الصفة. فشبه صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين كامل، أي جزء منه نزع، فقد نزع شعيرة من شعائر الإسلام، فهذا الذي خرج عن دائرة الجماعة كأنما خلع تلك الربقة التي يقاد بها المرء إلى دائرة الإيمان. نعم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم أو من جثي جهنم. الجثى يعني الحفنة من التراب. من دعا بدعوى الجاهلية، فيه دعوة الإسلام ودعاء الإسلام، وفيه دعوة الجاهلية ودعاء الجاهلية. من قال يا بني فلان، أو نادى يا لقومي، أو نادى كذا، فيها دعوة الجاهلية. وإذا قال يا مسلمين يا مؤمنين، فهذا اللقب هو الذي يحبه الله، يعني يا عبد الله، إذا أردت أن تنتمي شرفا أو أردت أن تدعو لنصرة، ما تسمي الذي تستنصره
يا بني سليم ويا بني تميم ويا فؤل، هذا ما ينبغي، دعوة الجاهلية، لأنك لو قلت هذه ذهب الآخر أن يدعو نوعاً من قبيلته وأنصاره، فتفرقت كلمة المسلمين وحصل ما حصل من الفتنة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذه الدعوة. ولذا لما جاءت المعركة والتحم المسلمون بالكفرة جاء أنصاري قال خذها من الفتى الأنصاري، مع أنها كلمة يعني أصل مدلولها أنها نصرة المسلمين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل لا قلت خذها من المسلم، من عبد الله المسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبه على هذه الكلمة، فما بالك إذا انتمى إلى أصله وفرعه. أي يا عبد الله، إن أردت أن تفتخر فافتخر بمن عظمه الله وهو أكرمهم أقربهم للتقوى. لا تستنجد ولا تستنصر بغير هذا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.